أجاج محمد فتحي مدرب فريق يوسفية برشيد كرة القدم بالبكاء بعد تلاوة سورة الفاتحة قبيل انطلاق المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك أسفي مساء يوم أمس ترحما على روح والدته الذي وافتها المنية في دولة مصر الشقيقة. وأظهرت كاميرا الشركة الناقلة للمباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببرشيد وانتهت بالتعادل السلبي المدرب فتحي وهو يجهش بالبكاء متأثرا بالخبر المفجع الذي تلقاه يوم المباراة. وكأسرة برشيد نيوز نتقدم بأحر التعازي إلى فتحي وأفراد عائلته وإن لله وإن إليه راجعون.